بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، ويمكن الرهن المجني عليه أحق برقبته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المسائل المتعلقة بالرهن سبق أولها، منها إذا جنى الرهن، الرهن مثلا مملوك، عبد مملوك، ثم جنى على شخص بأن قتله، مثلا قتل شخصا عمدا عدوانا، فإن أولياء المجني عليه يستحقون رقبة هذا العبد الجاني قصاصا، ويقدم حقهم على حق المرتهن، لأن حق المرتهن تعلق بذمة الراهن، يرجعون إلى ذمة الراهن الذي هو المدين، وإنما جعل الرهن وثيقة فقط. أما حق المجني عليه فإنه متعلق بهذا العبد الجاني، ويقدم حقه على حق المرتهن، فله أن يقتص منه، وله أن يطالب بالدية، وله أن يعفو مجانا كما سبق. نعم. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، وقدم على حق المرتهن لأنه فداء، فإنه يقدم على المالك، فأولى أن يقدم على المرتهن. نعم، يقدم على مالكه الذي هو السيد، فكيف لا يقدم على المرتهن؟ نعم. ولسيده فداء، فإن فداء فهو رهن بحاله. ولسيده، سيد العبد الذي رهنه، فداءه، فإذا فداه بمال وقبل المجني عليه أو ولي المجني عليه قبل المال، يكون هذا المال رهنا مكانه. نعم. فإن كان أرش في النهاية أكثر من ثمنه، فطلب المجني عليه تسليمه للبيع، فأراد الراهن فداءه فله ذلك. نعم. لأنه حق المجني عليه في قيمته لا في عينه. نعم. ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيرجفه، وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرشف عن يده، لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ولا أكثر من الجناية. فإن كان يعني إذا كانت الجناية خطأ، قتلا خطأ، فإن سيد العبد يخير بين أن يسلمه إلى ولي المجني عليه فيملكه، وبين أن يفديه بمال، وبين أن يفديه سيده بمال يعطيه المجني عليه، ويبقى العبد رهنا على حاله، لكن المال الذي يفديه ما يزيد عن قيمة العبد أو أرشد، إن كان قيمة العبد أقل فيفديه بقيمة العبد، وإن كانت أرش الجناية أقل فيفديه بأرش الجناية، لأن هذا هو الواجب عليه فقط. نعم. وإن كانت قيمته 20 وأرش الجناية 10، أو قيمته 10 وأرش الجناية 20، هذا مثالها. نعم. لم يلزمه أكثر من 10، لأنها أقل الأمرين منهما، لأن ما يدفعه عوض عنه، فلم يلزمه أكثر من قيمته. وعنه يلزمه أرش جنايته كلها أو تسليمه، لأنه ربما رغب فيه راض فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. فإن فداه فهو رهن بحاله، لأن حق المرتهن لم يبطل، وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه فقال الرهن بما ذكرناه. كل هذا تعلق بجناية الرهن. نعم. مسألة، وهي أن الدين فنجم فيه الراهن
فيها وأخذ الحق من ثمنه وباقيه للراهن. إذا حل الدين المؤجل الذي به رهن فإن صاحب الدين يطالب المدين بتسديد الدين، فإذا سدد الدين انتهى الموضوع، رجع الرهن إلى مالكه لأن المقصود حصل. وإن لم يسدد الدين فإنه يسدد من الرهن، يباع الرهن ويسدد منه الدين، يبيعه الحاكم ويسدد منه الدين من قيمته، وإن بقي شيء من قيمته فإنه يرد على صاحبه على الراهن لأنه ملكه، وما زاد عن الدين فهو ملكه فيرد عليه. وإن نقص عن الدين يعني بيع الرهن ونقص عن الدين فإن القيمة تسلم للدائن وما بقي من الدين يبقى في ذمة الراهن، يبقى في ذمة الراهن. فما زاد من قيمة الرهن للراهن وما نقص عن الدين يبقى في ذمة الراهن. نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن فيها ووفي الحق من ثمنه وباقيه الراهن، وذلك أن الراهن إذا امتنع من وفاء الدين عند حلوله فإن كان أذن المهتدم في بيعه أو للعبد الذي هو في يده باعه ووفى الدين، لأن هذا هو المقصود من الرهن، فقد باعه بإذن صاحبه في قضاء الدين فيصح كما في غير الرهن، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه، لأن ولاية الحاكم على ذلك نافلة، ولأن مقتضى الرهن الإيفاء من ثمنه فجاز للحاكم ذلك كما لو أذن فيه. نعم، هذا الحل الإجراء الذي يتخذ عند حلول الدين، عند حلول الدين إما أن يسدد المدين ويرجع الرهن إليه، وإما إذا أبى أن يسدد وماطل فإن كان أذن للمرتهن في بيعه أو أذن لطرف ثالث في بيعه فإنه يباع، وإن لم يأذن لأحد فإن الحاكم هو الذي يبيعه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع يحل الإشكال. والمراد بالحاكم هنا المحكمة الشرعية، القاضي في المحكمة، لأنها تنوب عن الحاكم العام. وكما سبق إن كان الدين إن كانت قيمة الرهن بقدر الدين فإنه يسدد وليس لأحد على أحد شيء، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فإن الزيادة ترد على مالك الرهن، وإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن فإن بقية الدين تبقى في ذمة المدين يطالب بها. أما مصادرة الرهن عند حلول الدين بأن يقال إذا حل الدين فهو لك، أو يقول الدائن أريد أن أخذ الرهن ملك لي، فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فلا يجوز أن الدائن يملك الرهن ويصادره على المرتهن، لأن هذا ظلم وأخذ للمال لمال الغير بغير حق. نعم. البيع في النهاية لابد من إذن الراهن أو تدخل الحاكم. نعم. وإذا شرط الرهن أن يطمئن في البيع فأمر الراهن أن يسلمه
أو أبى الضمين أن يضمن أجر البائع بين الكسب أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. نعم. نعم. فإذا شرط الرهن أو الضمين في البيع شرط. فإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن أجر البائع بين الكسب أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. إذا باع سلعة بثمن مؤجل، باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على المشتري أن يرهنه شيئا أو أن يقدم له ضامنا يضمن له عند حلول الدين، فاتفق على ذلك إما على الرهن وإما على الضامن، اتفق على أحد الأمرين، ثم لم يحصل هذا الشرط أبى أن يرهنه شيئا أو الضامن أبى أن يضمن، قال والله أنا هونت ما نبضى من عليه، فإن البائع له الخيار، إما أن يمضي البيع بدون رهن وبدون ضامن وإما أن يفسخ، له الخيار، لأنه باعه بناء على شرط لم يحصل له، فإذا لم يحصل له فله الخيار دفعا للضرر عنه، دفعا للضرر عنه، هذا معناه. نعم. وذلك أن البيع بهذا الشرط صحيح، والشرط صحيح أيضا لأنه مصلحة العقد غير مناف بمقتضاه. وهكذا كل شرط، كل بيع بني على شرط ولم يحصل هذا الشرط فإن لمن فاته الشرط له الخيار من الطرفين، له الخيار لفوات غرضه. ولا نعلم بصحته خلافا إذا كان معلوما أو اشترط معرفة الضامن والضمين معا إما بالمشاهدة أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما في السلف، ويتعين القبض ويعرف الضمين بالإشارة إليه. تعين قبض الرهن هذا كما سبق البحث فيه، يشترط في صحة الرهن أن يكون مقبوضا على المذهب وقول الجمهور، يشترط فيه أن يكون مقبوضا عند المرتهن أو بيد أمين ولا يترك بيد مالكه الذي هو الراهن لئلا يحصل تفويت الرهن على الراهن. نعم. ويشترط معرفة الضامن إذا كان هناك ضامن في العقد، يشترط معرفته بأن يقول الضامن فلان ابن فلان، ما يقول ضامن وبس ما يعرفه، نعم هذا غرر وجهالة. نعم. ويعرف الضامن إشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب، إما أن يقال هذا الضامن، الضامن يكون حاضر ويشير إليه يقول هذا هو الضامن، وإن لم يكن حاضرا مجلس العقد فإنه يسميه يقول فلان ابن فلان من البلد الفلاني يسكن في محل كذا، هذا عنوانه هذا تلفونه، أو إن كان هناك أيضا معلومات عنه أكثر مثل رقم حفيظة النفوس ويعطيها له. نعم. ولا يصح بالصفة لأن يقول رجل غني من غير تعيين، لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرهن، لازم يقول فلان ابن فلان. نعم. ولو قال بشرط رهن أو ضمين لكان فاسدا، لأن ذلك يختلف وليس له حكم يوصله إليه بالإقلاع. بشرط رهن أو ضمين غير مبين غير معين، هذا هو الذي لا يصح لأنه مجهول. أما إذا قال بشرط رهن البيت الفلاني أو الدابة الفلانية صار الرهن معلوما، أو بضمان فلان بن فلان صار معلوما يزيل النزاع. إذا ثبت هذا فإن المشتري إذا وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين
لزم البيع، وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الظالم أن يغنى عنه فللبائع خيار بين فسخ البيع، لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط، فإذا لم يسلم له استحق الفسخ كما لو لم يأته بالثمن، وبين إتمام أو الرضا به بلا رهن ولا ضمين، لأن ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترطه. أعطيناه الخيار لفوات الشرط، لأن لو ألزمناه بالبيع مع فوات الشرط صار عليه ضرر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيعطى الخيار، إما أن يمضي البيع بدون رهن وبدون ضامن، وإما أن يفسخ البيع وينهيه لإزالة الضرر عنه. نعم. هكذا كل بيع بني على شرط فلم يتحقق هذا الشرط، كل بيع أو عقد، كل عقد بني على شرط ولم يتحقق هذا الشرط، فإن للعاقد من فات غرضه من الطرفين له الخيار إزالة للضرر عنه. نعم. الصلح هو قطع النزاع، الصلح هو قطع النزاع بين طرفين وإزالة الإفساد بين طرفين، والصلح باب عظيم في الإسلام، قال تعالى والصلح خير، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وحث صلى الله عليه وسلم على الصلح ورغب فيه وباشر الإصلاح هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلح بين الناس ويسوي النزاعات بينهم، فالصلح باب عظيم في الإسلام، فهو أنواع، منها الصلح بين الطوائف المتقاتلة من المسلمين حقنا للدماء، وهذا من أعظم أنواع الصلح لأنه به تحقن دماء المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إذا أبت أن تقبل الصلح صارت ظالمة، فينضم المسلمون مع الطائفة المظلومة ويقاتلون معها، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني ترجع، تفيء يعني ترجع، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، سووا النزاع بينهما بالعدل، لا تحيفوا مع أحد الطرفين، وأقسطوا على تأكيد، لأن العدل هو الإقساط. إن الله يحب المقسطين، هذا ثناء ومدح ووعد على أهل العدل بين الناس، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون،
ومن أنواع الصلح الصلح بين الزوجين، إذا حصل بين الزوجين اختلاف فإنه يصلح بينهما، وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إصلاحا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذا صلح بين الزوجين المختلفين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. وكذلك من أنواع الصلح الصلح بين المتخاصمين، بين المتخاصمين في قضية من القضايا، اختلفوا أو تنازعوا في مال أو في حق من الحقوق، فبدل أن يترافعوا للمحكمة يتوسط أهل الخير ويصلحوا بين الطرفين ولا يحتاجون إلى مرافعة، برضا الاثنين، برضا الطرفين. الصلح إنما هو عن تراضي، ما فيه إلزام، تراضي. فإن أبى أحد الطرفين أن يقبل الصلح فيذهبون إلى المحكمة، ما فيه إلا الحل القضائي، إذا لم يقبل الصلح فليس هناك إلا الحل القضائي على أحد الطرفين. لكن مهما أمكن الإصلاح بينهما بالتراضي بينهما فهذا أفضل وأحسن. ومنه ما سمعتم في كتاب التوحيد عن أبي شريح قال: كان قومي إذا اختلفوا أتوني فأصلحت بينهم فرضي كلا الطرفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، هذا طيب، الصلح خير. أما حل النزاع بدون الشرع بالإلزام يسمون هذا صلح؟ لا، هذا ما هو صلح، الإلزام الصلح لا يلزم فيه، إنما هو عن تراضي من الطرفين وتنازل من أحد الطرفين عن بعض حقوقه برضاه. أما أنه يلزم فلا يملك الإلزام إلا القاضي، هو اللي يملك الإلزام. أما أهل الصلح فلا يلزمون أحدا، يعرضون عليهم فإن قبلوا وإلا فإنهم يأمرونهم بالذهاب إلى القاضي الشرعي. والمراد بالصلح هنا عند الفقهاء هو هذا النوع، الصلح بين المتخاصمين في الحقوق، الصلح بين المتخاصمين في الحقوق المالية، حقوق المالية هو الذي عقدوا له هذا الباب، لأن هذا الباب من أبواب المعاملات، هذا الباب من أبواب المعاملات. والصلح بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: صلح عن إنكار وصلح عن إقرار. الصلح عن الإنكار يدعي عليه بشيء وينكر وما عندي لك شيء، لكن بدل أنك تجر للمحكمة ويحصل وعطل أشغالي وعطل أصلح أنا وياك أعطيك شيء من المال على أنك تنازل عن هذه الدعوة، بدل ما نروح للمحكمة ولا ما عندي لك شيء، لكن بدل ما نروح للمحكمة وتطول علي المسألة وربما تتعطل أعمال هذا الشخص، أو إنه إنسان شريف ولا يحب إنه يروح للمحكمة، فيصالح عن الدعوة بشيء من المال لأنه لا يعلم حق، إن كان يعلم حق فلا يجوز له، هذا بل يجب أنه يؤدي الحق الذي عليه
لكن يقول أنا ما أعلم شيء، لكن هذا عن المرافعة، هذا الصلح عن المرافعة، هذا يسمى الصلح عن إنكار وهو جائز، لأن ذاك يدعي وهذا ينكر، هذا صلح جائز لأن فيه قطعا للنزاع وإراحة للطرفين وهو عن تراض وعن عدم إلزام فلا بأس. أما النوع الثاني فهو الصلح عن إقرار، يعترف أحد الطرفين المدعى عليه معترف بالحق، لكن قال بتصالح أنا وياك، أبى تصالح أنا وياك، صحيح إن لك علي دين وعندي لك مال، لكن أبى تصالح أنا وياك وادفع إليك كذا وكذا، فرضي الطرفان لا بأس بذلك، لأن هذا بتراضيهما. أما إن قال لا أنا ما لم أعترف لك ولا لم أقر لك إلا بشرط أني لا اعترفت لك، نجري الصلح بيننا، فهذا ظلم ولا يجوز، هذا الصلح لا، هذا أحل حراما، لأنه يجب عليه أداء الحق بدون مماطلة. لكن لو قال له لا أنا أنت ما عندك علي إثبات ولا شهود ولا بينة ولا لم معترف عند القاضي إلا بشرط أن يصلح أنا وياك تجدع عن بعض الدين، ما أعترف لك إلا بشرط أنك تسقط عن بعض الدين، هذا صلح مشروط ولا يجوز، لأن فيه إلزام للخصم وهو ظلم. أن الواجب أنه يعترف بالحق وأن يؤديه إلى صاحبه، إلا إذا سمح صاحبه عن طيب نفس بدون إلزام فلا بأس. هذا ملخص هذا الباب، وله شروط يأتي بيانه. نعم. باب الصلح مسألة، ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز بتراضي، إذا صار له حق على شخص فأسقطه كله فلا بأس له أن يسقطه، أو أسقط بعضه أو وهب له بعضه جاز كل هذا، لأن هذا حق له وتنازل عنه برضاه فلا بأس بذلك. نعم. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، صح ذلك ما لم يكن هذا شرطا في الإبراء، قال ما أسدد لك إلا بشرط أنك تسقط عنه، ما أسدد لك شيء من حقك إلا بشرط أنك تسقط عنه، أنا أقول هذا شرط باطل، الواجب أنك تسدد له بدون شرط وبدون تلكؤ، لأنه حق وجب عليك، هذا الشرط باطل لأنه أكل للمال بغير حق. نعم. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. نعم. وذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه. قال أحمد رحمه الله: ولو شفع فيه شافع لم يحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه أمام جابر فوضعه عنه الشطط. لو شفع شافع في الإسقاط بالتراضي فإن الشافع له أجر، الشافع له أجر، تدخل طرف ثالث بينهما على أن المدين يسدد، لكن يطلب من الدائن أن يسقط بعض الشيء تخفيفا عن المدين فيرضى بذلك، فيكون لهذا الشافع أجر لأنه أعان على أداء الحق لصاحبه والتخفيف عن المدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبد الله في أن يضعوا عنه بعض الدين لأجل أن يسدد لهم، هذا من باب الصلح، هذا من باب الشفاعة في الصلح، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تدل على جواز هذا الشيء، أنه يتدخل واحد يطلب من الدائن من صاحب الدين أنه يضع بعض الشيء لأجل أن المدين يسدد له هذا الشيء يسهل عليه السداد، لا من باب الإلزام وإنما هو من باب العرض فقط. الشفاعة هنا طيبة وفيها أجر،
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما لو كان قال ما أشفع إلا بشرط، أنه مثلا ما أشفع عند المدين أنه يسدد لك إلا بشرط أنك تجدع عنه، شرط أنك تجدع عنه، فهذه الشفاعة باطلة، هذه شفاعة سيئة لأنها تعين على الظلم والعدوان، لا تجوز. الواجب أن من عليه حق أن يؤديه، ولا يتلكى ولا يمتنع، وليس له حق في أخذ بعض الحق إلا بإذن صاحبه ورضاه. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابرين فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. الشطر النصف، يعني الشطر النصف. كلم غرماء جابر، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان عليه ديون وكان معسرا، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يضعوا عنه الشطر يعني النصف، وكلم كعب بن مالك رضي الله عنه أن يضع من حقهم الشطر، فرضي الطرف الدائن، رضي الدائن بذلك وأسقط الشطر، لا عن إلزام من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قبول لشفاعته صلى الله عليه وسلم، هذه وساطة في الخير. نعم. ويجوز للقاضي فعل ذلك، يعني يجوز للقاضي أن يعرض هذا الشيء، يجوز للقاضي يعرض الصلح على الطرفين، إذا تخاصموا يعرض عليهم الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح على خصيم الزبير ابن العوام في السير الذي بينهما، عرض الصلح أولا، فيعرض القاضي الصلح، فإن أبي أن يقبل الصلح فإنه يحكم بما يقتضيه القواعد الشرعية ويلزم بذلك. نعم. ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. ولو قال للغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، أو على أن توفيني باقية، لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عن إخطائه، فيكون معاوضا ببعض حقه ببعض. لو أن الدائن صاحب الدين خضع لصاحب الدين خضع للإسقاط لأجل التوصل إلى بقية حقه، لأن المدين أبى أن يعطيه إياه، أو ما هم يعطيه إياه إلا بأتعاب ومماطلات خصومات، فصاحب الدين قال صالحك على بعضه تلافيا للتعب، فهذا الصلح باطل لأنه ظلم، لا يجوز لمن عليه الحق أن يمتنع من أدائه حتى يضطر صاحب الحق أن يسقط بعضه، لأن هذا من الظلم، الواجب عليه أن يؤدي الحق كله إلا ما سمحت به نفس صاحبه وأسقطه باختياره، أما إذا اضطره إلى ذلك بأن ماطل به وجحد وامتنع من السداد من أجل أن يخضع صاحب الحق لإسقاط بعضه، فهذا ظلم ولا يجوز، ولو تصالح على هذا ما نفذ هذا الصلح لأنه باطل. نعم. ولا تصح بلغ الصلح، لأن معنى صالحني عن المئة بخمسين أي بئني، وذلك غير جائز لما ذكرناه. وأيضا فيهما ربا، لأنه صالحني عن المئة بخمسين، هذا بيع، كأنه باع المئة بخمسين ريال، وهذا يعتبر من الربا، هو مع كونه ظلم وهضم للحق هو أيضا ربا. نعم. وذلك غير جائز لما ذكرناه ولأنه ربا. نعم. لما ذكرناه من أنه مطل وظلم ولأنه ربا، لأنه باع مئة بخمسين. نعم. مسألة، أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه مسألة ضع وتعجل، فيها خلاف بين العلماء، ضع وتعجل، واحد عليه دين مؤجل فقال للدائن أنا بسدد لك الآن لكن تسقط عني بعض الدين،
في مقابل التعجيل. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يجوز هذا، الجمهور على أنه لا يجوز. فكما أنه لا يجوز إذا حل الدين أنه يزوده في الأجل ويزود عليه في الدين، يعني هذا ربا الجاهلية، إذا حل الدين زاده في الأجل وزاده في الدين، هذا ربا الجاهلية. ضع وتعجل عكس هذا، عكس هذا، تنازل عن الأجل وأخفض من الدين، هذاك أزيد في الأجل وزيد في الدين، وهذا أخفض من الأجل وخفض من الدين. فإذا كان ذاك لا يجوز بالإجماع فهذا مثله، فهذا مثله، لأنه بيع دراهم مؤجلة بدراهم حالة أقل منها. مثلاً الدين المؤجل 100,000 باقين عليه 10 أشهر، قال أعطيك إياها الآن لكن أعطيك إياه 900,000، تجدالي 10,000 وأعطيك 900,000، أعطيك 90,000، أعطيك 90,000، نقول هذا بيع 100 ب90، هذا لا يجوز، بيع 100 ب90 لا يجوز. هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا جائز، إلى أن هذا جائز، لأنه تنازل عن بعض الحق في مقابل التنازل عن الأجل، في مقابل التنازل عن الأجل. الأجل حق للمدين، أليس كذلك؟ الأجل حق للمدين، والدين حق لمن؟ للدائن. فالمدين تنازل عن الأجل والدائن تنازل عن بعض الدين، هذا في مقابل هذا، فلا ظلم في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجلي بني النضير من اليهود كان لهم ديون على الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. فدل هذا على الجواز. وهذا الذي رجحه الشيخ تقي الدين وابن القيم، أن ضع وتعجل جائز. نعم. أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباقي، ليعجل له الباقي، يعني لو صالح عن المؤجل ببعضه حالة، مثل أن يصالح عن البيئة المؤجلة ب50 حالة لم يجز، لأنه ربا. هذا قول الجمهور، لأنه ربا. باع 50 المؤجلة، 100، باع 100 المؤجلة ب50 حالة، وهذا ربا، فهو مثل ما لو زاده عند الأجل، عند حلول الأجل زاده في المدة وزاده في الدين، لا فرق بينهما، وذاك محرم بالإجماع وهو ربا الجاهلية، وهذا عكسه فلا يجوز. والقول الثاني الذي سمعتم الجواز، لأنه ليس بيعا، ليس بيعا للمئة ب50، وإنما هو تنازل، تنازل عن بعض الدين في مقابل التنازل عن الأجل، فليس هذا من باب البيع. نعم. نعم. لو قال على قول الجمهور، لو قال الدائن المدين لو سددت قبل هذا الأجل أضع عنك، هذه هي مسألة، إيه مسألة ضع وتعجل، لا تجوز عند الجمهور. دائما هم المدين، ها؟ المدين الدائن هو الذي يقول للمدين إنك لو سددت فيه ظلم أضع عنك. هذا هو كل واحد، سواء اللي طلب هذا المدين أو الدائن، وكله ضاع وتعجل. نعم. 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 إسقاط بعض الدين. ضعوا يعني من الدين، وتعجلوا يعني تعجلوا الأجل، ففيه إسقاط بعض الدين. نعم. لم يجوز لأنه ربا، وهو بيع بعض ماله بماله، ولأن بيع الحلول غير جائز. نعم. مسألة: ويجوز اقتضاء الذهب على الورد والورد على الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. يجوز اقتضاء الذهب عن الورق، الورق الفضة، المراد بالورق الفضة،
كما قال تعالى فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة، يعني الفضة، نقود من الفضة. أما الورق بالفتح ورق هذا معروف، الورق الذي يكتب به، الورق بالكسر هذا الفضة. فإذا كان له في ذمة شخص دين من الفضة، له 100 ريال فضة وجاء يتقاضاه، قال أنا ما عندي فضة الآن، بعطيك عنها ذهب، أصرفها لك ذهب، أعطيك عنها ذهب، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن هذا صرف، يعتبر من الصرف، والصرف جائز، بيع النقد بالنقد جائز، لكن بشرط، بشرط التقابض في المجلس، بشرط التقابض في المجلس، فيحضر الذهب ويسلمه في المجلس، والمدين يكون استلم ما في ذمته، يكون مستلما لما في ذمته، حصل التقابض. أما لو قال ما يخالف أنا أسدد لك ذهب لكن الآن ما عندي شيء، تعاقدوا على أنه يسدد لي ذهب يجي له تل النهار ولا بكرة، يقول العقد هذا باطل، لأنكما تفرقتما قبل القبض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بذلك بسعر يومها، لما ذكر ابن عمر، ذكر ابن عمر أنهم يبيعون الإبل في النقيع، النقيع يبيعون الإبل بالورق ثم يتقاضون عنها الذهب، تقاضون عنها الذهب، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها ولم تتفرقا وبينكما شيء. والنقيع اسم موضع في المدينة، النقيع بالنون اسم موضع في المدينة تباع فيه الإبل، سمي النقيع لأنه تستنقع فيه السيول. أما البقيع بالباء هذا المقبرة التي عند المسجد النبوي، هذه البقيع بالباء، في فرق بين البقيع والنقيع. نعم. إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس، تقابضا في المجلس، صاحب الذهب يقبض الذهب في المجلس، وصاحب الفضة، الفضة في ذمته فكأنه قبضها. نعم. وذلك أنه إذا صالحه على الأثمان بأثمان فهذا صرف، عن أثمان يعني نقود، المراد بالأثمان النقود، إذا صالحه عن نقود بنقود فهذا صرف، يشترط التقابض. نعم. هذا صرف يعتبر له شروط الصرف. نعم. من القرض في المجلس وسائر شروطه. نعم. مسألة. ومن كان له على غيره، وكذلك العكس، لو كان له على شخص ذهب، لو كان له على شخص ذهب فقال المدين الذي في ذمته الذهب أنا أعطيك عنها فضة، أنا أعطيك عنها فضة سعر الجنيه كذا وكذا، لا بأس بذلك بشرط التقابض في المجلس، يعني يقبض صاحب الفضة الفضة، والذي في ذمته الذهب كأنه قبضه لأنه في ذمته، لا بأس بذلك في سعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، صلح عن المجهول، هذه مسألة الصلح عن المجهول، إنسان له حق على شخص لكنه هذا الحق مجهول، مثلا فيها أوراق ضايعة، دين على شخص ضاعت الأوراق، والمدين ما يذكر قدر الدين ولا فيه شهود، ولكن ثابت أن هذا الشخص فيه عنده شيء لفلان، ثابت أن عنده شيء لفلان لكن ما يعرف مقداره، يجوز الصلح عنه، يجوز الصلح عن المجهول، صالح عنه بما يتراضيان عليه، بما يتراضيان عليه، ويحلل كل منهما صاحبه، كل منهم يحلل الآخر. شخص له دين على شخص ولا يدرى كمه، وضايعة وثائقه، وضايعة شهوده، مش يعملون الصلح،
إما أن الدائن يسامحه نهائيا، وإما أن يتصالح يدفع له المدين شيء من المال وتبرأ ذمة الجميع، كل واحد يسامح الثاني إن كان فيه زيادة أو نقص، كل واحد يسامح الثاني، لأنه ليس هناك طريق للإبراء إلا هذه الطريقة. نعم، لأنه ربما يكون اللي أداه ذا أقل من الحق الواجب عليه، أو يكون أكثر، ربما يكون أقل أو أكثر، فلا بد من المسامحة. وكان له على قلبه حق لا يعلمه المدعى عليه، فصالحه على شيء جاز. فإن كان أحدهما يعلم كبده في نفسه فالصلح باطل. إذا كان أحد الطرفين يعلم أنه كاذب في نفسه، كاذب في نفسه، فإنما يأخذه باطل، لأنه أخذه وهو عالم أنه غير صحيح. أما إذا كان كل منهم يجهل هذا الحق وتصالح عنه فهذا هو الذي يجوز. نعم. الصلح باطل في حقه، وهذا هو الصلح على الجار. نعم. فهو أن يدعي على إنسان هينا بيده أو ذلة بذمته لمعاملته. هذا هو النوع الثاني، وهو الصلح عن الإنكار. نعم. وهو أن يدعي على إنسان هينا بيده أو ذلة بذمته لمعاملته أو جناية أو إتلاف أو نصب أو تفريق بوديعة أو مضاربة ونحو ذلك، فينكره ويصالحه بماله، فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، فيدفع إليه المال افتداء بيمينه ودفعا للخصومة عن نفسه. هذا هو الصلح عن الإنكار، ادعى على شخص حقا له عليه والشخص ينكر هذا الشيء، يحتاج إلى مطالبة وإلى مرافعة، فقال بدل ما أنك تكلفني بالذهاب إلى القاضي ويطلب مني يمين وبحلف، ولا أنا أدري إن مالي ما عليك علي شيء، لكن أنت بتتعب وإذا بتطلب مني اليمين عند القاضي وبحلف، بدل من هذا أتفادى أدفع لك شيء من المال من أجل قطع هذه الخصومة، هذا جائز ما لم يكن المدعي كاذباً. إذا كان المدعي كاذباً فلا يجوز هذا، لكن إذا كان المدعي يعتقد صحة دعواه فله أن يقبل الصلح. أما إذا كان يعلم أنه كاذب في دعواه فلا يجوز له هذا. نعم. والمدعي يعتقد صحتها بهذا الشرط. نعم، يعتقد صحة الدعوة. فيأخذه عيوبا، ولسان كل واحد يبي يقضب له شخص من الكبار أو من الناس اللي ما يحبون النزاعات، يقضبه ويقول يلا يوم ما تروح معي للمحكمة ولا تسلم لي كذا وكذا صلح، لو فتحنا هذا الباب ما نفتح باب شر، لكن بشرط أن يكون المدعي صادقا في دعوة يعتقد صحة دعوة، ما نفتح باب الحيل على الناس. نعم. والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. الذي يعتقد أنه له يأخذه عوضا عن حقه الذي يعتقد أنه له. نعم. لأنه صلح يصح مع الأجنبي فيصح بين الخصمين كالصلح الإقرار. نعم. ويكون بيئا في حق المدعي، لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه فيلزمه حكم إقرار. يكون الصلح عن إنكار في حق المدعي بيعاً، لأنه عوض عن حقه الذي يعتقده، فهو بيع في حقه، وهو إبراء في حق المدعى عليه، لأنه لا يعتقد عليه حق، لكن يريد الإبراء، إبراء ذمته فقط. نعم. لأنه صلح يصح عن أجنبي فيصح بين الخصمين كالصلح ويكون بيعاً في حق المدعي، لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه الذي يعتقده. نعم. فيلزمه حكم إقراره حتى لو كان البيع شخصاً وجب الشفعة. إذا قلنا أنه بيع في حق المدعي فتترتب عليه أحكام البيع، إذا وجد فيه عيب له الرد، إذا كان شقصاً يعني عقاراً تدخله الشفعة، لأنه في حقه بيع فترتب عليه أحكام البيع.
أما في حق الطرف الثاني المدعى عليه فليس بيعا وإنما هو إبراء فقط. نعم. وإن وجد به عيبا فله رده. نعم. ويكون إبراء في حق المنكر. نعم. باعتقاده أنه ملكه المدعي لم يتجدد في الصلح. نعم. باعتقاده وهو إبراء وهو ويكون إبراء في حق المنكر. نعم. باعتقاده أن ملكه المدعى لم يتجدد في الصلح. المدعى به. نعم. باعتقاده أن ملكه المدعى لم يتجدد في الصلح وإنما يدفع ابتداء بيمينه لا عوضا. نعم. فلو كان المدعى به شخصا لم تجد فيه الشفعة ولو وجد فيه عيبا لم يملك رده. كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطل وما يأخذه بالصلح حرام. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطل يعني فيما بينه وبين الله في الباطن يعني فيما بينه وبين الله في الظاهر الصلح صحيح لكن في الباطن فيما بينه وبين الله يعتبر هذا حرام وما يأخذه حرام يأثم به. نعم. وما يأخذه بالصلح حرام لأنه يأخذ مال أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره. نعم. وهو في الظاهر صحيح. في الظاهر صحيح يعني من جهة المحكمة ومن جهة القاضي صحيح تنطبق عليه مواصفات الصلح لكن في الباطن الكاذب منهما يكون حراما في حقه بما بينه وبين الله. نعم. وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق والقاضي يبني على الظاهر ليس له إلا الظاهر. نعم. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز لأن الحق لهما لا يخرج عنهما. هذه سبقت مسألة الصلح عن المجهول سبقت. ناس بينهم حقوق اندرست أو مواريث اندرست أو شركة اندرست ولا يعلمون قدر حق كل واحد منهم هم شركاء لكن ما يعلمون حق كل واحد منهم فلهم أن يتصالحوا ويتقاسموا هذا الشيء بالاجتهاد ويسامح بعضهم بعض. نعم يسامح بعضهم بعض كما سبق لأنه لا وصول إلى الإبرة إلا بهذه الطريقة. نحن نعلم أن كنا شركاء لكن ما الآن ما ندري وش نصيب كل واحد منا. المواريث ذي بين هذه الأسرة لكن ما يدرى وش أنصبائهم فيها ضاعت المعالم وضاعت فلهم الصلح في هذا. نعم. لأن الحق لهما لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه جاز كما لو اتفقا على أن يتبارا. تبارأ يعني كل واحد يبري الثاني. نعم. كما لو اتفقا على أن يتبارا فار وكالة يكفي. إذا ظهرت البينة بعد الصلح يعاد الحكم حتى لو حكم القاضي وتبين بعد ذلك حصل بينات بعد ذلك ينقضي الحكم الشرعي القضائي ينقضي الحكم القضائي. نعم. إذا كان ما يعلم شيء كل واحد يحلل الثاني لأنه ربما يكون أخذ أزيد من حقه ربما يكون أخذ أزيد من حقه. نعم. نعم. لكن هو اجتهادي وصلح بينهما ربما يكون بعضهم أخذ أكثر من حقه فيظلم الآخر فلا بد من التسامح بينهما. نعم. نعم ايش لو ادعى مدعى على اخر وهو كاذب في الحقيقه ثم اخذ شيئا من ماله من المحكمه
يعزر؟ هذا حسب رأي القاضي، حسب رأي القاضي، إذا رأى تعزيره يعزر. نعم. ها؟ سلوم هلا موجود إلى الآن، موجود إلى الآن بعضه. نعم. لا ما هو صلح، لأنه إلزام، لأنهم يلزمون. أي لا، اللي فيه إلزام ما هو صلح. لا هذا ما يجوز، هذا حكم الطاغوت. لا ما يسمى صلح، يسمى طاغوت، لأن فيه إلزام ظلم، هذا ظلم لا يجوز. نعم. ما يلزم إلا القاضي الشرعي هو الذي يلزم، أما الأعراف والعارف والشيوخ القبائل ولا ما يلزمون، ما لهم حق الإلزام. نعم. اللي يشرط صاحب الدين الذي هو البائع، الذي يشرط هو البائع صاحب الحق، لأن حقه في ذمة المشتري، فيطلب الضمين أو الرهن. نعم. العين الشيء الحاضر، المال الحاضر، هذا العين، المال الحاضر هذا يسمى عينا، والدين هو المال الغائب عن مجلس العقد، هذا الدين، الدين هو الشيء الغائب عن مجلس العقد الذي هو يكون في الذمة، يكون في الذمة، هذا يسمى دين. ويسمى الذهب والفضة عينا أيضا، يسمى الذهب والفضة عينا عند العرب، ولهذا يقولون إن العين من الألفاظ المشتركة في اللغة، تطلق العين ويراد بها الجاسوس، يقال فلان عين لفلان يعني جاسوس، وتطلق العين ويراد بها الذهب أو الفضة، يقال فلان سرق عين فلان، سرق عين فلان يعني هل سرق عينه اللي يشوف به؟ لا، سرق يعني الذهب أو الفضة اللي عنده، يعني كلمة سرق تدل على أن المراد مال، أليس كذلك؟ ويقال فلان فقأ عين فلان، ما المراد بالعين هنا؟ العين الباصرة، ها؟ العين الباصرة. ويقال فلان غور عين فلان، ما المراد بالعين هنا؟ عين الماء، عين الماء النابعة. ولهذا يذكرون مثال، يقولون اعتدى اللصوص البارحة على عين فلان فغوروها، وعلى عينه ففقأوها، وعلى عينه فسرقوها. فسرها عدد كل واحدة بما يقابلها. نعم. على عينه ففقأوها المراد الباصر، على عينه فغوروها المراد العين النابعة، عين الماء، على عينه فسرقوها المراد بها الذهب أو الفضة، فهو من الألفاظ المشترك. نعم. الإبرة والهبة والمعاوضة بمعنى واحد، الهبة والإبرة بمعنى واحد، أما المعاوضة لا، المعاوضة مقابلة مال بمال، هذه المعاوضة، المعاوضة بيع يعني، مقابلة مال بمال بمعنى البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال. فالإبرة والهبة والعطية والنحلة هذه بمعنى واحد، معناها التبرع. أما المعاوضة فمعناها البيع، مقابلة شيء بشيء. نعم.
لا يصلح بدون القاضي، يجري على يد القاضي ويجري على يد غيره ما يخالف، لكن بشرط التراضي كما ذكرنا، ما فيه إلزام. الذي يرفع إلى القاضي هو اللي فيه إلزام لأحد الطرفين، أما الذي عن طريق التراضي فيجوز عند القاضي ويجوز على يد غير القاضي، لكن بشرط العدل والإنصاف. نعم يشهد عليه، يشهد على أن فلان صلحه فلان وانتهى النزاع بينهما، من أجل ما ينكر أحد بعدين. نعم، لأنه عقد من العقود. ها؟ إذا تراضي بينهما إيه نعم يعتبر بعد ذلك ملزما. لو تصالحوا بالرضا وبعدين قال هونت، قل لا فات الآن، فات الآن يلزمك. نعم، أنت رضيت بهذا عن اختيارك وعن طوعك، فيلزمك هذا الشيء. نعم، ولا زال ما يمشي صلح بين الناس، كل واحد يهون وتعود النزاعات بين الناس. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأى الله المدعى عليه في الصلح على الإنكار. نعم. إذا رأى الله المدعى عليه في الصلح على الإنكار. إيه. ورفع المدعي إلى المحكمة. نعم. فهل حكم القاضي يعتبر صلحا أو حكم مستقل آخر؟ حكم القاضي يعتبر إلزاماً، يعتبر إلزاماً، ما هو بصلح، يعتبر إلزام بموجب البينة أو بموجب النكول، البينة من المدعي أو اليمين، اليمين بالنكول من المدعى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة قضائية عظيمة، البينة على المدعي. لو يعطى لو القوم بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الذي يصل إلى القاضي يعتبر ملزما. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم فيما يحصل الآن بين البعض من إلزام الشخص إذا أخطأ على الآخر بالحق فيقولون عليه حق هذا من عوائد القبائل التي سأل عنها الأخ، أنه إذا حصل تعدي من بعض الأشخاص على بعض يلزمونه بذبائح ويلزمونه بمال، ما هو حتى للمجني عليه، مال لأفراد الناس الحاضرين، يعتبرون هذا من التعزير. هذا حكم الطاغوت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد كتب فيه الشيخ سعيد بن باز نصيحة عظيمة في هذا الباب، في حكم أعراف الجاهلية وبطلانها، والواجب التحاكم إلى الشريعة وإلى المحاكم الشرعية وإبطال هذه العوائد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفتنة لا تدخل ضمن أي باب من أبواب الفقه، فما حكمها؟ إيش معنى الكمبيالات؟ السندات المالية، سندات زي الشيكات. نعم، سندات زي الشيكات. الشيكات أسناد، ما هي مال. الشيك ما يعتبر مال، يعتبر سند، يعتبر سندا. نعم.
على مال في البنك أو في الشركة أو في المصرف تبر سند، ما هو ورقة مالية. نعم، مثل الصكوك ومثل أوراق العطيات اللي من الحكومة، صار لك ورقة فيها عادة تستلمها من الحكومة كل سنة، ما يجوز تبيع الورقة ذي. تقول الواحد راح أبيعها عليك وراح أعطنا أنت الدراهم الآن وراح خل اللي لي ببيت المال، هذا ما يجوز ربا، لأنه بيع غائب بناجز، لا يجوز. أبيع عليك الشيك هذا، الشيك هذا له رصيد في البنك تروح تأخذ، هذا بيع غائب بناجز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، لابد يكون الجميع في مجلس العقد لأنه صرف. نعم. الشيخ رحمه الله، هل يجوز أن يقول رجل لرجل آخر اذهب واشتري هذه السيارة بقيمة حالة أو أجل ثم بعها عليه بقيمة مقسطة وربحها؟ هذا كثر وقوعه الآن، يقول الراجحي ولا غيره، يقول إن أبي الأرض الفلانية ولا السيارة اللي عند فلان، ومن يروح الوسيط هذا ويشتريها ويقسطها على هذا الشخص اللي يسمونه الآمر بالشراء أو الواعد بالشراء. هذا فتح باب لبيع ما ليس عندك والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز هذا إلا إذا كانت السلع في حوزة البائع. إذا كانت السلع في حوزة البائع يجاز له أن يبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل. أما السلع التي عند الملاك وعند الناس ما يجوز لإنسان أنه يتفاهم عليها أو يتفق عليها مع شخص آخر وهي بملك الناس وملك الآخرين، أن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. فالواجب على اللي يريدون يبيعون على الناس بالتقسيط أنهم يوفرون السلع في مخازنهم وفي كراجاتهم من السيارات مستودعاتهم قبل أن يستقبلوا الزبائن. أما أنهم يبيعون ويشرون بأملاك الناس وهي ما هي بأيديهم، هذا ما يجوز. نعم نعم. إذا اشتريتها بثمن مؤجل فلا تبعها على الدائن اللي باعك إياها، بيعها على غير. ها؟ المعرض ما قبضتها، لازم تنقلها من المعرض، ما يتم القبض إلا بنقلها من معرض البائع إلى معرض المشتري أو بيت المشتري أو مكان المشتري. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم، لا يجوز هذا لأنها ما قبضت. ما لكن ما قبضتها، ما دامت في ملك في حوزة البائع أنت ما قبضتها إلى الآن. نعم، أخرجها من معرض البائع، وإذا أخرجتها تصرف فيها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الإيداع في البنوك الربوية؟ الإيداع في البنوك الربوية على قسمين، قسم محرم بالإجماع وهو الإيداع بالفائدة، تودع عندهم مبالغ يستثمرونها ويدفعون لك قسطاً معيناً كل شهر أو كل سنة ما دامت هذه الأموال عندهم، هذا ربا وحرام بالإجماع، ما خالف فيه إلا حثالة من الكتاب اللي ما يؤبه بهم وليسوا علماء، وإلا علماء المسلمين مجمعون على أن هذا ربا وأنه حرام قديماً وحديثاً. النوع الثاني الإيداع للحفظ فقط بدون فائدة، للحفظ، عندك دراهم تخاف عليها من السرقة أو الضياع أو التلف في الحريق أو غير ذلك، وليس هناك مكان آمن سوى البنك، تودعها فيه للحفظ، هذا يقولون يجوز للضرورة، من باب الضرورة، أنت لا تستثمره وإنما تريد حفظه فقط، ولو تركته تخاف عليه أنه يتلف أو يسرق، ف
فمن باب الضرورة لا بأس بذلك، لأن الضرورات لها حكم. ولو أن الناس أبقوا الدراهم ببيوتهم أو الدكاكينهم حصل عليهم خطر، وما يحصل قتل وسطو بلاء، فهم يبعدونه إلى أماكن أخرى مضبوطة من أجل الاطمئنان عليها، هذا من باب الضرورة. ومن العلماء من يتوقف حتى في هذه، يقول لأنك إذا أودعت عندهم أعنتهم على استثمارها لهم، أعنتهم على الربا. لكن نقول وين يروحون الناس الآن؟ الناس الآن ابتلوا بتضخم الأموال، وين يدعونه وين يتركونه؟ من باب الضرورة هذه، يجوز لأجل الضرورة. نعم نعم، تخلي ببيتك ملايين هذا خطر، أو بدكانك تخلي فيه ملايين هذا خطر. نعم، ولا اللي معه فيها الله ولا عنده إلا قريشات شوية، هذا حمله خفيف أمره سهل، لكن المشكلة اللي عندهم هالملايين وهالمليارات. نعم نعم. إذا أسلم رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم ارتد بعده ثم عاد وأسلم مرة أخرى، فهل يقبل حديثه بعد ذلك؟ نعم، لأن الصحيح أنه ترجع له أعماله الطيبة التي عملها قبل الردة، إذا تاب إلى الله رجعت إليه أعماله التي كانت قبل الردة، هذا هو الصحيح. لأن الله تعالى اشترط في المرتد أن يموت على الردة، قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة. فمفهوم الآية أن من لم يمت كافراً وتاب إلى الله أنه لا تحبط أعماله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا تاب المشرك ما حبط عمله، يرجع إليه. نعم، لأن الشرك ردة أيضاً، الشرك ردة، إذا كان موحداً ثم أشرك هذا ردة، فإذا تاب رجع عليه عمله الصالح اللي من قبل، وهذا من باب الترغيب في التوبة. نعم. إذا كان حج، ها؟ إذا كان حج على الصحيح ما يعيد الحج، إذا تاب ما يعيد الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان رجل إنه عليم فقتل، افرض أنه توضأ، افرض أنه توضأ أو اغتسل من الجنابة ثم حصل عليه ردة ناقض من نواقض الإسلام ثم تاب، هل تقول أعيد الوضوء؟ المذهب نعم، يقولون يعيد الوضوء، لأن الوضوء ينتقض بالردة، لكن الصحيح أنه إذا تاب يعود إليه وضوءه ولا يحتاج إلى توضأ ثاني، لأنه ما أحدث ولا حصل نواقض أخرى. نعم، والردة زالت ولله الحمد بالتوبة. نعم نعم، أو لازم. نعم، كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد أنه أمر كل من أسلم أنه يغتسل، أمر بعضهم، أمر بعضهم ولم يأمر جميعهم، دل على أن الاغتسال لمن أسلم أو تاب من الردة لا، ليس بواجب. نعم. إذا كان القصاص لا يقام بين حر وعبد، في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وهذا قول جمهور أهل العلم، ما خالف فيه إلا الحنفية، الحنفية يرون أنه يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى أن قال والنفس بالنفس، وهذا قول الحنفية. أما الجمهور فيقولون هذه مخصصة، النفس بالنفس مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلاب العلم تركوا تعلم الفقه والتوحيد والتحقيق والسعيد، نعم، بعض طلاب العلم تركوا تعلم الفقه والتوحيد وتحرير مسائله، وشغلوا انفسهم بتعلم القراءات في القران، فما هو توجيه قضيتكم لهذا؟
الواجب ان الانسان يشتغل بطلب العلم، واما قراءات القران هذه امور فرعيه تخصصيه. كون الانسان يشتغل في امور تخصصيه هو ليس عنده مبادئ من العلوم الضروريه هذا غلط. العلم فيه اولويات، يبدا بالاولويات، الاساسات والقواعد العلميه والاصول، ثم بعد ذلك يتخصص في القراءات، يتخصص في الحديث، يتخصص في الفقه، يتخصص في الأصول، بعد ما يكون عنده منهج علمي صحيح وأصول بنى عليه. ولهذا يقول العلماء: من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول، يعني ما يصل إلى شيء، يضيع. فطلبة العلم اللي يروحون الآن يشتغلون بالتخصصات الرفيعة وهم ما عندهم مبادئ من العلوم هذا غلط كبير، وهذا تعب بلا فائدة. يعني واحد مبتدئ ما يعرف شيء الآن ويروح يقرأ بفتح الباري ولا بصحيح البخاري هذا غلط. المفروض أنه أخذ المبادئ أولا، أخذ المبادئ في النحو، المبادئ في الفقه، مبادئ في أصول الفقه، المبادئ في الحديث، شيء فشيء. هذا المنهج السليم للتعلم. الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. الأمور تؤتى من أبوابها، ما تؤتى من ظهورها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها. الذي يروح للتخصصات وما عنده مبادئ هذا أتى الأمور من ظهورها، أتى البيوت من ظهورها، يعني يقمز مع السطح ويترك الباب اللي ميسر وسهل ويروح يتسلق مع السطح، ربما يطيح وينكسر، ربما يموت، لكن لو دخل مع الباب صار دخوله سهل. نعم. هذا في الحديث، ما هو قول الفقهاء، هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر ينتهي بمصير فيء الشيء مثله ثم يدخل وقت العصر، يعني إذا صار ظل الجدار طول الجدار، الجدار مترين وصار الظل ظله مترين، تساوى الظل والجدار، أو الشخص وظله، فلان طوله مثلا مترين وصار ظله مترين، انتهى وقت الظهر. عود حط عود مثلا ولا عصا وقس العود وقس الظل، ظل هذا العود، فإذا تساوي دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. وقت العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، يعني إذا صار ظل الجدار طوله مرتين أو ظل الشخص طوله مرتين انتهى وقت العصر الاختياري، يدخل الوقت الضروري إلى أن تغرب الشمس، هذا يسمى الوقت الاضطراري، يعني ما يصار إليه إلا عند الضرورة. نعم. نعم. ما يجوز إنه يتعمد تأخيره للوقت الضروري، حرام، لكن لو شغله شاغل ولا شيء هذا معذور. نعم. هذه مسألة دقيقة من علم الحساب، يعني لأن الشمس إذا توسطت في السماء فإنها يحصل فيها فيء الزوال، لأن الشمس في وقت الشتاء تصير رايحة جنوب فيصير ظل من جهة الشمال، من جهة الشمال ما هو من جهة الشرق، من جهة الشمال. وبالصيف بالعكس، تروح الشمس تميل عن الرؤوس إلى جهة الشمال، عندما تتوسط في السماء يصير الشاخص ظل من جهة الجنوب، هذا اللي يسمونه فيء الزوال. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الأخذ من شعر الخد؟ أما إذا توسطت الشمس على الرؤوس تماما لا هي بجنوب ولا شمال ما صار فيه فيء زوال، يصير ما فيه ظل أبد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الأخذ من شعر الخد قليلا حتى يستوي شعر اللحية، وما هي حدود اللحية؟ اللحية كما في القاموس
هي الشعر النابت على الخدين والذقن، فالذي ينبت على الخدين هذا من اللحية، لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه لأنه من اللحية، كما في القاموس يقول اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، فمعنى هذا أن ما ينبت على الخدين من وجه الرجل أنه من اللحية من العوارض، فلا يجوز أخذه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. السؤال: أن من نذر أن يعصي الله ولم يؤمن بذلك، هل عليه كفارة أم ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لا يجوز له الوفاء بالنذر وليس عليه كفارة، لأن النذر ما انعقد، النذر في المعصية لا ينعقد، لا ينعقد، لأنه نذر غير مشروع، إذا كان غير مشروع فهو لا ينعقد، فما وجه إيجاب الكفارة عليه؟ نعم. الشيخ رحمه الله: رجل عنده شيء من البقر وخمسة من الثيران وقبل ثمان حول باع الثيران واشترى بدلا منها عشرة من البقر وأصبح المجهول فلا يكون بطرة، فهل على صاحبها زكاة؟ هذا على حسب نيته، إن كان ناويها للبيع والشراء فهي تجارة، يزكيها عند تمام الحول على قيمتها كما يزكي السلع التجارية، أما إذا كان ناويها للقنية والدر والنسل فهذه إن كانت ترعى أكثر الحول من البر ولا يعلفها ففيها الزكاة عند تمام الحول لأنها سائمة، وإن كان يعلفها أكثر الحول فليس فيها زكاة لأنها غير سائمة، الزكاة إنما تجب في السائمة، الذي تعلف أكثر الحول هذه غير سائمة ليس فيها زكاة، إذا كان ينويها للبقاء والدر والنسل. نعم. ها؟ نعم. إذا كان بعضها سائمة وبعضها معلوفة ينظر السائمة هل تبلغ النصاب ولا لا، إذا كانت تبلغ النصاب الزكاة، وإذا كانت ها زكاة منها، أي نعم منها، وإذا كانت ما تبلغ النصاب فهي ما فيها زكاة. نعم. ما هذه تجارة، إذا نواها للتجارة ما صارت سائمة، أي يمكن إذا نواها للتجارة صارت سلع ما هي بسائمة ولو كانت ترعى من البر. نعم. قول الشيخ هي من المتشابه بمعنى أنها لا يظهر معناها من نفسها وإنما يظهر معناها بالنظر إلى ما بعدها من الآيات، فمن هذه الناحية تكون من المتشابه، لأن المتشابه هو الذي لا يظهر معناه من نفسه وإنما يظهر معناه بالرده إلى غيره، مثل المطلق يرد إلى المقيد، العام يرد إلى الخاص، الناس المنسوخ يرد إلى الناسخ، هذا المتشابه، والحروف المقطعة من هذا الباب، يعني لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى، ألف لام ميم لو اقتصرت عليها ما لها معنى، حروف مقطعة، لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه بينت المراد بها، وأن المراد أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، ومع هذا أعجزكم عن النطق عن الإتيان بمثله، أعجزكم عن الإتيان بمثله، هذا معنى ما قرره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجماعة، أنها لا يعرف معناها إلا إذا ردت إلى ما بعدها وإلى السياق الذي وردت فيه. طه طاءها هذا حرفين طاء وهاء، لو اقتصرت عليها ما صار لها معنى، لكن إذا نظرت إلى ما بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى دل على أن المراد أن القرآن مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف وأمثالها وهكذا. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، طاسيم ميم لو اقتصرت عليها ما ظهر لها معنى، لكن تلك آيات بينت المراد وهكذا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.